وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من باريس كرزان حميد الكاتب والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك ضيفي العزيز. يعني بعد إعلان هذه النتائج الأولية والتي أظهرت حقيقة جلية وهي عدم قدرة أو فوز أي حزب بتشكيل الحكومة بأغلبية مطلقة، هل بات سيناريو البرلمان المعلق هو السيناريو الموجود والمطروح حاليا كأمر واقع بعد ظهور هذه النتائج؟ بداية الأمر صباح الخير أستاذ أحمد لك والمشاهدين الأكارم الذين يشاهدون الآن القاهرة الأخبارية. بداية الأمر يعني اليوم ما حدث جرى بعد إعلان نتائج الانتخابات، بصراحة حسب الإعلام الفرنسي وحسب كل السياسيين كانت إنها قلبة طاولة على كل السياسيين من الأقصى اليمين إلى الأقصى اليسار. الآن فرنسا أمام كتل سياسية لم تتمكن من حصول على الأكثرية مريحة، مما يعني يضعه في موقع أن يشكل الحكومة إن كانت متحالفة أو كانت ائتلافية. الآن الخيار الوحيد أمام الجبهة الشعبية الجديدة ومع التحالف معا الذي أو الأكثرية الرئاسية الذي يسمى بالمصطلح الفرنسي، هم أمام خيار يوحدون جبهتهم لكي يشكلون حكومة موحدة أو حكومة ائتلافية متكونة من أقصى اليسار إلى الوسط أو المحافظ الوسطي. هذا هو الخيار الحالي بعدما اليوم بعد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المستقيل جابرييل أتال المزمع أنه غدا يوم الاثنين مع بداية الدوام الرسمي في عموم فرنسا أن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ولكن هناك بوادر أو شكوك من عدم موافقة الرئيس الفرنسي على طلب الاستقالة رئيس وزرائه المنتهي ولايته لعدة أسباب. لتوضيح الصورة والمراهنة بالمناسبة، هنا الرئيس الفرنسي يراهن على تفكك الجبهة الشعبية اليسارية بسبب تم تشكيلها على عجالة بعد نتائج الانتخابات 9 حزيران الماضي، ويراهن على أن يكون هذه الجبهة قد تفكك بسبب خلافاتهم الداخلية. واليوم ظهرت أيضا بوادر انشقاق أو بوادر الخلاف بين الجبهة الشعبية بعدما أعلن الرئيس الوزراء الأسبق فيليب إدوارد بأنه لا يجب أن يتم التسليم رئاسة الحكومة للحزب الفرنسي الأبية بسبب معاداة السامية وبسبب دعمه كبير لغزة وللفلسطينيين والكثير من القضايا. يعني هناك نعم سيد كرزان، ولكن التقديرات تشير أنه ربما يذهب ماكرون إلى التحالف، يعني يقوم ائتلاف الوسط بالتحالف مع ائتلاف اليسار من أجل تكوين أغلبية تستطيع يعني تشكيل الحكومة وبالتالي تحقق هدفها بإقصاء اليمين. نعم أستاذ أحمد، يعني المشكلة ليس هو من يتحالف مع من، هناك يعني هذه الآن إحنا نحن أمام في حقل مليء بالألغام وهو اللغم اليمين المتطرف. يعني كما ذكرت اليوم بعد في تصريحاتها ماري لوبين أو الزعيمة أو القائدة الروحية للتجمع الوطني بأنهم فوزهم تم تأجيل فوزهم، يعني هي كانت تعتبرها خسارة مؤقتة وفعلا هي خسارة مؤقتة للتجمع الوطني بسبب امتدادها. يعني هي تحدثت بواقعية وتحدثت بعقلانية عندما قالت نحن في نمو المستمر، نحن لم نفوز اليوم ولكن في المستقبل سنفوز، لأنه هي تعلم بعد سنتين في 2026 هناك انتخابات البلديات في عموم فرنسا و2027 هناك انتخابات الرئاسية و27 أيضا هناك انتخابات مجلس التشريعي أو برلمان الجديد، لأن نعلم جيدا هذه البرلمان عمرها مدة 3 سنوات بحسب القانون الفرنسي. بعد كل انتخابات رئاسية يجب إجراء انتخابات تشريعية. هي الآن السياسيين من يكون من اليسار أو من الوسط أو بتحالف من الكتلتين الفائزتين الأولى والثانية بتشكيل حكومة، عليهم لديهم مهمات صعبة من أجل إرضاء الناخبين، لأنه الاستطلاعات الرأي أثبتت وقالت ومنذ 3 أسابيع ومنذ سنوات كانت تعلن أن اليمين المتطرف سيشكل أكثرية برلمانية
في الجمعية الوطنية، ولكن هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وهو إن استطلاعات الرأي أثبتت إنها غير موثوقة، أثبتت إنها ليس لديها مصداقية كبيرة في طرح رأيها، وإنما هناك يد أياد خفية ربما نسميها مؤامرة، ليس بهذا المصطلح، لكن أثبتت إن استطلاعات الرأي لم تستطع أن تأخذ بالرأي العام الفرنسي أو دراسة السوسيولوجية شخصية الفرد الفرنسي، لأن الفرنسيين بشكل عام مزاجيين أنانيون بعض الأحيان، ولكن في كثير من المواقف عندما يشعر بالخطر وجودي أو يشعر بخطر إنه هناك شيء كبير يمس حياته الشخصية سينقلب 180 درجة. ما حصل الآن وما حصل نعم يعني سيد باريس كارزان، يعني ربما الشارع الفرنسي شهد ردود فعل مختلفة عقب إعلان هذه النتائج، وخاصة أن المؤشرات يعني استطلاعات الرأي كانت تتحدث عن تقدم حزب التجمع الوطني وتصدره لاستطلاعات الرأي، ربما كان للصناديق رأي آخر، فما هو تأثير ذلك على الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض؟ أستاذ العزيز، هناك عدة أمور أو عدة عوامل أدت إلى هذا التضخم للتجمع الوطني. نعم، هم كتلة كبيرة ولديهم قاعدة جماهيرية كبيرة، هناك أسباب عديدة، دغدغة المشاعر الفرد والتحدث في أمور أو طرح أمور ثانوية وطرح مخاوف وخلق يعني فزاعة للفرنسيين، هناك أمور كثيرة لن ندخل في تفاصيلها، لكن الرأي العام الفرنسي منذ انتخابات البرلمانية للبرلمان الأوروبي في 9 حزيران الماضي إلى يومنا هذا، إلى انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات، كان يعيش على القلق والخوف ويعني والتردد في كثير من الأمور. يعني كثيرين من الفرنسيين حتى من أقصى اليمين وإلى أقصى اليسار كانوا يشعرون بخيبة أمل، كانوا يشعرون بخوف، كانوا يشعرون بعدم طمأنينة، لا يعلمون مستقبل بلدانهم إلى أين تتجه. هناك كتلة تطالب بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي من حلف الشمال الأطلسي وكذا 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 وكثير من الاتفاقيات، وهناك كتلة ثانية معاكسة له يطالب بتعميق علاقات مع الأوروبيين وتعميق كذا وكذا وكذا. يعني هذه اليوم فرنسيين قرروا، أثبتوا نفسهم، أثبتوا جدارتهم للعالم وللسلطات أيضا، إنها رسالة مؤقتة بصراحة، إنها رسالة الفرصة الأخيرة للناخبين للنخبة السياسية الذي فازوا بأكثرية المقاعد، إن قالوها إن لم تستطيعوا إدارة البلد خلال السنتين القادمتين أو 3 سنوات القادمة سلن تحصلوا على ما حصلتم عليه الآن، ويكون المفتاح الإليزي عندما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون بأن لن يسلم المفتاح الإليزي للتجمع الوطني، يسلمه سيكون حاضرا أثناء التسليم أيضا، لأنه أثبتت حسب الإحصائيات يعني منذ 1988 التجمع الوطني في كل دورة انتخابية تضيف 5 إلى 10% من الأصوات الناخبين إلى خزائنها الانتخابية. إذن يعني نحن ربما أمام تغير كبير في المشهد السياسي الفرنسي. على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من باريس، شكرا لك.